من أول ما ابتدى التاريخ يصدر حضارة مصر القديمة دايماً كان التهديد لمصر ومحاولة النيل من مصر بتيجي من هذه المنطقة. لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر، ده خط أحمر بالنسبة لي. كل ذرة رمل هنا احنا مستعدين كمصريين نبذل فيها ملايين الأرواح، بس محدش يقرب منها. وقد أكدت مصر على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية. خلال الشهور الماضية تزايدت تصريحات المسؤولين المصريين التي تحذر من ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء. لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر، التهجير بالنسبة لنا احنا خط أحمر لن نقبل به ولن نسمح به. كانت الإدارة المصرية تدرك أن هناك مخططا قديما يعاد إحياؤه لتصفية القضية الفلسطينية ويتشابه إلى حد التطابق مع ما يجري حاليا. في بداية الخمسينيات جرى التخطيط لتوطين عشرات آلاف الفلسطينيين في سيناء لإنهاء حقهم بالعودة. كان القطاع المحاذي للحدود المصرية آنذاك قد بدأ يكتظ باللاجئين، وفي ذلك الزمان وتحديدا في عام 1949 كان القطاع تحت الإدارة المصرية، ووصل عدد الوافدين إليه من الفلسطينيين نحو 200,000. غير أن وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة نظرت لهؤلاء كمشكلة اقتصادية وليست سياسية، وظنت أنه يمكن حل مشكلتهم بتوطينهم في سيناء لبدء حياة جديدة ضمن ما أسمته آنذاك مشروع سيناء. كانت ردة فعل الفلسطينيين على مشروع سيناء شاهدة على قوة وعيهم السياسي، إذ أدرك فلسطينيو الشتات أن المشروع ينهي حقهم في العودة، ليشهد القطاع في عام 1953 هبة شعبية واحتجاجات تطالب بإلغاء المشروع. وبالفعل أجبر الضغط الجماهيري وكالة الأونروا عن التخلي عن برنامج التوطين، وأقرت أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ليست اقتصادية ولا حل لها إلا بتسوية سياسية. ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني من يظن أن هذا الشعب الأبي الصامد راغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف. لكن الأطماع في سيناء لم تنته، إذ ظلت سيناء هدفا رئيسيا خلال العدوان الثلاثي حتى احتلت عام 1967. لكن الاحتلال لم يطل، فقد حررت مصر أرضها حتى آخر شبر. إذا كنت بتسأل أي واحد إيه أغلى بقعة عندك في مصر هيقول لك هذه المنطقة. عشان كده كل ذرة رمل هنا مستعدين كمصريين نبذل فيها ملايين الأرواح، بس محدش يقرب منها. وفي السنوات الأخيرة شهدت هذه البقعة الغالية من أرض مصر مشاريع تنمية متواصلة شملت مختلف مناطقها وأيضا المحافظات المحيطة بها، وبلغت استثمارات الدولة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة أكثر من 400 مليار جنيه في الفترة من عام 2014 حتى عام 2024، شملت التعليم والصحة والزراعة والتنمية العمرانية، إضافة لربط سيناء بالوادي والدلتا. وما زالت الاستثمارات تضخ في سيناء، إدراكا من الإدارة المصرية أن تنمية هذه الأرض هو لتحصينها وجعلها أكثر قوة في مواجهة الأطماع. في المقابل أصرت مصر على دعم صمود الفلسطينيين والتشبث بأرضهم، ووقفت بكل ثقلها أمام أي محاولة لإخراجهم منها. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا